يوم اثنين جديد وحلقة جديدة من مسلسل آل التنين. شفنا اليوم الحلقة الثالثة من الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon. قبل ما نبدأ حديثنا عن الحلقة الثالثة بس حبيت صحح شيء أنا ذكرته بالحلقة الثانية كنت مخطئ فيه، اللي بيخص المشهد قبل الأخير، مشهد صراع الأخين أريك وإريك. قبل ما نبلش، تحذير بحرق الحلقة الثالثة من الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon وكل الحلقات السابقة. بالفيديو الماضي أنا حكيت عن صراع أريك وإريك وذكرت أنه بنهاية الصراع أريك المرسل من قبل كريستن كول قتل أخوه إريك وانتحر بعد ما وجد نفسه محاصر بجنود رينيرا، لكن أنا يبدو تلخبطت شوي بين الأخين وما عدت المشهد، كان لازم أرجع أشوفه مرة تانية لأنه فعليا اللي مات بالبداية هو أريك، يعني أريك اللي موجود ليحمي رينيرا انتصر، قتل أريك اللي جاي يقتل رينيرا، وبعدها من شعوره بالذنب لقتل أخوه انتحر. طبعا أريك وأريك برأيي نهايتهم أو طريقة الموت أو طريقة الصراع اللي صار بينهم اللي انتهى بموتهم هنا الاثنين كانت معمولة بإتقان عالي، كانت منفذة من ناحية الكتابة، من ناحية حتى تنفيذ المعركة والصراع والحوار اللي دار ما بينهم أثناء المعركة الأخيرة كانت رائعة جدا، ولكن كان في استعجال، كان لازم نشوف أكثر من أريك وإريك، كان لازم نشوفهم لمدة أطول على الشاشة، كان ممكن يتم محاولة وضع عملية اغتيال مثلا من قبل حدا تاني ونأخر لقاء الأخين لاحقا. يعني برأيي مثل هيك صراع، مثل هيك معركة كان لازم يتم البناء لها أكثر. يعني هذا الحدث يعني ما صار له تقريبا، يعني عدى على 3 حلقات بس، نحن شفنا بالحلقة التاسعة لما افترقوا الأخين، الحلقة التاسعة اللي كان فيها جيش اللي كنا مركزين فيها مع جيش الخضر، الحلقة التاسعة من الموسم الأول لما راحوا أريك وأريك ودوروا على الملك أو الوريث إيجون، وهون قرروا إنه ينفصلوا. بعدها يعني أريك شاف إنه إيجون لا يستحق أن يكون ملك بعد ما شافوا الأماكن اللي بيتردد عليها، فقرر أنه يسرق التاج، تاج فيسيرس، وأخذه لا رينيرا وأعلن ولاءه لها. وأريك ضل بمكانه مع جيش الخضر ومع إيجون. فنحن شفناهم انفصلوا بنهاية الحلقة التاسعة وانتهى الصراع ما بينهم أو انتهت قصصهم هما الاثنين بنهاية الحلقة الثانية، فبرأيي هيك حدث كان ممكن أن يتم البناء عليه أكثر، خلينا نشوفهم كل واحد منهم مدة أطول، يتم التشكيك بولائه بسبب أخوه اللي موجود على الطرف الثاني. إحنا شفنا هاي الأحداث بنفس الحلقة، شفنا ديمن بيشكك بولاء أريك، شفنا كريستن كول بيشكك بولاء أريك، وبنفس الحلقة انتهت القصة. يعني برأيي كان ممكن يتم البناء على هذا الأمر حلقات أكثر على الأقل، يعني كان لنهاية الموسم مثلا. نبدأ الآن بأحداث الحلقة الثالثة، وشفنا الحلقة الثالثة بتبدأ بصراع ما بين عائلتين، معروف بعالم جورج آر آر مارتن أنهم على صراع دائم، وشفنا تمثيل هذا الصراع على الخفيف يعني بالحلقة الثالثة أو الرابعة يمكن بالموسم الأول، عائلتين البلاك وودز وعائلة البراكن. البلاك وودز آخدين جانب رينيرا والبراكن آخدين جانب إيجون، صراع بين الشباب على ما يبدو انتهى بمعركة اللي شفنا بعدها الأرض مليئة بالجثث، وانتقلنا فورا بالمشهد اللي بعده لدراغون ستون حتى نشوف آخر فصل أو آخر مشهد أو آخر نقطة من رحلة الأخين أريك وأريك أثناء دفنهم بقبر واحد. رينيس ورينيرا كانوا واقفين على القبر أثناء دفن الفارسين ودار حوار ما بينهم. رينيس كانت تقول لرينيرا أن أوتو هايتاور مستحيل يكون وافق على مثل هيك شيء، مستحيل أوتو هايتاور وافق على إرسال أريك لحتى يقتلك. طبعا هون أنا ما كنت أو ما فهمت، يعني هل هن عرفوا أن أوتو هايتاور تم عزله ولا انه بس كتعليق بشكل عام، يعني انه اوتو هايتاور مستحيل يكون اوتو هايتاور صاحب هي الخطة او حتى على علم او على دراية او حتى موافق على مثل هيك خطة.
وأيضا من ضمن حوارهم حكوا عن بداية الحرب، كيف هي الحرب بدأت، يعني لما الناس راح تتذكر هي الحرب، هل راح يكون سهل القول متى بدأت الحرب؟ رينيرا طبعا برأيها الموضوع واضح، الحرب بدأت باليوم اللي مات فيه فيسيروس، وقرروا أنهم يغتصبوا العرش ويأخذوا حقها اللي هو أعلنه. يعني فيسيروس كان من زمان معلن رينيرا وريثته، فبالنسبة لها هذا هو يوم بداية الحرب. لكن رينيس أعطتها احتمالات أخرى، يعني ممكن الناس تعتبر بداية الحرب هي قتل جهيرس، ممكن الناس تعتبر بداية الحرب هي قتل لوك، ممكن الناس تعتبر بداية الحرب هي اليوم اللي اقتلع فيه لوك عين ايمنت. ففعليا بعد ما تشتعل الحرب راح يصير صعب الناس ترجع لنقطة البداية، لأنه كان في توتر، كان في خلافات قبل وبعد موت فيسيريس. ورينيس بتظل متمسكة بالعقل والمنطق، وتذكر رينيرا أنه لا تخلي الآن هذا الشيء يكون أي دافع بالنسبة لك حتى تبدأ الحرب، تذكرها أنه لسه في أمل، أو لسه على الأقل يعني تحاول تعطي السلام أو الحل السلمي، أو على الأقل يعني يبتعدوا عن موضوع حرب التنانين. اوكي احنا عاملين حصار وما الى ذلك، ولكن بلا ما نعمل حرب، ذكرها انه ممكن شوي لسه نتمسك بالسلم. أليسنت بدها السلم، أليسنت ما بدها حرب كمان، فانه كوني انت كمان بتفكري بموضوع السلم، وحتى تذكرها بهول الحرب هي اذا بدأت. يعني بتستخدم تعبير جميل إنه ما في حرب مكروهة أكثر من حرب الأقارب، وما في حرب دموية أكثر من حرب التنانين. إحنا الآن في صراع طرفين وعندهم تنانين، إلى الآن لسه الطرفين شوي مترددين يلا نحرق كل شيء، ممكن شوي جيش الخضر مندفع أكثر بحكم إنه حاليا صار بسيطرة إيجون إيموند وكريستين كول مندفعين للحرب أكثر، ولكن إلى الآن في تأني باستخدام التنانين. لكن مجرد ما بدأت الحرب أنا ما حخبي تنانيني وخليه هو يستخدم تنانينه، وإذا التنانين تصارعت الأهوال راح تكون كارثية. طبعا رينيرا ما أقنعها كلام رينيس بأنه فعلا أليسنت تسعى للسلام، لأنه هي بالنسبة لها أليسنت كذبت عليها بآخر مرة التقوا وقت العشاء الأخير للملك فيسيرس، كان كلام أليسنت فيه دعم لرينيرا، راح تكوني ملكة جيدة، ارجعي تعالي ضلي معانا هي الفترة وما إلى ذلك. يعني ما كان في أي بوادر للخيانة، وبالنسبة لها بمجرد ما مات فيسيرس بنفس الليلة خانتها تماما، ولا كأنه كان في أي تعاطف أو أي محبة أو أي مودة مسبقة. وذكرت رينيرا أنها إلى الآن ما فتحت ولا رسالة من رسائل أليسنت. بالريد كيب بنشوف كريستن كول خسر احترام كل الحرس الملكي، كلهم ما عادوا محترمينه كقائدهم، وطبعا واضح السبب، يعني تصرفه مع كريستن كول كيف وجه له اتهامات أو خونه، وبعدها استغل هذا الموضوع حتى يرسله لموته، يعني يرسله لمهمة انتحارية حتى لو نجح فيها راح يكون وصم نفسه بالعار إلى الأبد. فارس من فرسان الحرس الملكي يستخدم الخديعة والحيلة حتى يقتل واحدة من ضمن العائلة الملكية، فيعني كانت بالنسبة له مهمة خاسرة بجميع الأحوال. فكريستن كول وتصرفه الغبي، والأكبر من هيك فشله، يعني فشل ذريع، كان خطة واضح أنها راح تفشل، فالكل ما عادوا محترمينه. وحتى بالمجلس الصغير بمجلس الملك الكل عم يسخر أو عم يحاولوا يسمعوه كلام، يعني عن غباء خطته وعن الفشل الذريع اللي صار فيها. طبعا هو يحاول يبرر بأنه يعني هي كان فيها مخاطرة، ولكن لو نجحت كانت راح تنهي الحرب اللي الآن صارت حتمية. وأيمند يأكد لهم أنه الحرب بدأت بعد ما يذكروا لهم الشيء اللي صار ما بين عائلة البلاك وودز وعائلة البراكن. وعلى ما يبدو لورد البلاك وود مات، فأيجون بيفرح مثل بيعتبر هذا انتصار، ولكن أعضاء المجلس تبعه يعني يحاولوا يوصلوا له فكرة إنه لا، هذا ما انتصار، الطرفين خسروا كتير، وبعدين يعني البلاك وود والبراكن في بيناتهم
صراعات وخلافات طويلة جدا. يعني الآن الخلاف والصراع الملكي هو مجرد حجة جديدة حتى يذبحوا بعض. وبدأ المجلس بيبحثوا عن خطة لوضع حد أو لوضع سلم أو حتى يسيطروا على الأحداث اللي صايرة بالريفرلاند. ولما الكل كان مستني ذراع الملك يحكي دائما بهيك مواقف، ذراع الملك هو اللي لازم يطلع بالفكرة والخطة. كريستن كول كان قاعد ساكت، هل هو ما عنده خطة كان، ولا هو يعني بعد شعوره بالحرج أو شعوره بالفشل من خططه الأولى؟ استنوه شوي، شافوه ما حكى شيء، فبدأوا هن يطلعوا بأفكار، وكان المجلس كله فوضى، كل واحد يحكي على كيفه واستخدام ألفاظ وتعبيرات لا تليق بمجلس ملك، الأمر اللي سبب الغضب لألسنت هاي تاور، ومثل يعني سمعتهم كلمتين إنه لو أبوها كان موجود، أو بما معناه إنه أخذوا راحتهم الزيادة عن اللزوم بعد ما أوتو هاي تاور اختفى من غير ما تذكر طبعا، ولكن إنه لازم هذا المجلس يعود للنظام اللي كان عليه مسبقا. بعد مدة من صمت كريستون كول بيطلع بفكرة وبيطلع بخطة، ولكن على ما يبدو هي خطة أغبى حتى من خطته الأولى. الخطة هي إنه يجمع جيش وينطلق نحو الريفرلاند، نحو أرض النهر. طبعا خطة بتبين عادية، أوكي حنجمع جيش حننطلق، ولكن الفكرة إنه الجيش أساسا مجهز، أنت ما في عندك تحت إيدك حاليا جيش جاهز إنه يوصل من كينجز لاندنج ل ريفرلاند ويعني يواجه أي أخطار على الطريق. فهو رد إنه إيه تمام، نحن حنستغل عامل السرعة نوصل هناك بسرعة يعني، وعلى طريقنا كل العوائل الصغرى والأماكن المستضعفة نوعا ما اللي ممكن نهددهم لحالنا، اللي كانوا أعلنوا الولاء لرينيرا، نحاول نأخذهم لجانبنا، بهيك يكبر جيشنا أثناء تقدمنا أكثر يعني حتى وصولنا لأرض النهر. طبعا أليسنت هايتاور ما عجبتها الخطة وأشارت للعيوب اللي فيها، ولكن كريستن كول يعني ما رد عليها، ونظر إلى الملك بإشارة واضحة يعني إنه بالأخير شو ما حكيتي أنا ماني محتاج أقنع غير إيجون. وإيجون قال له إيه تمام، حتاخد فيجار معك؟ قال له لا، حنخلي فيجار يحرس المدينة، حنطلع بدون تنانين. طيب إذا طلعوا لك شيء من تنانين رينيرا ممكن يطلع لك تنين أو أكثر حتى من تنانين رينيرا، كيف بدك تتعامل يعني؟ فهو كان رده إنه إذا حناخد معنا تنين بالعكس حنجذب الأنظار، لأن أكثر حنكون يعني أخذ تنين معنا هو السبب يستدعي إنهم يبعثوا تنين. إذا رحنا يعني كمشاة من الصعب إنه يعرفوا أماكننا بالضبط، ممكن من الصعب إنهم يعرفوا إنه طلعنا، فيستبعد إنه ممكن يبعثوا تنين. وأيضا هي يعني فكرة غبية، مجرد ما أي حدا عرف إنه في جيش طلع من كينجز لاندنج وأرسل غراب، يعني إنه ممكن ما بيعرفوا حاليا إنه المفروض لينا أو لانا بنت أيموند يعني عم تراقبهم. حتى لو أي حدا شافهم وبعتوا غراب جيش السود رح يبعتوا التنانين يحرقوا الجيش على الطريق يعني، تفكير غبي نوعا ما. طبعا ايموند كان ساكت طول الوقت، ماسك بايده العملة اللي وجدها لما اكتشف انه اللي قتلوا جيهيريس كانوا بالاساس جايين حتى يقتلوه هو، شكله تاركها معاه كتذكار حتى يضل يذكر حاله قديه دايما خايف منه. هو يشعر بالفخر الشديد من هالموضوع انه دايما كان بعت له حدا يقتله وهو نايم. ف كان ساكت طول الوقت ايمند، وهون ذكر للملك انه ما بدنا نخاطر بذهابك. كان هون ايجون اقترح يعني انه هو اللي يطير على تنينه، بمعنى انه حيخلوا فيجار بالمدينة هو يطير على تنينه برفقة الجيش، ولكن ايمند قال له نحن بنعرف شجاعتك وما الى ذلك، كلام النفاق هذا يعني المعتاد، ولكن نخشى انه نخسرك يعني. طبعا ايجون كان رده على رفض المجلس لانه هو يطير بنفسه على تنينه يعني ويرافق الجيش، رد بانه انا مخيف كأي واحد منهم. ايجون هذا الموضوع صار يتكرر معاه كتير، موضوع ما بدي اياهم يشوفوني ضعيف، انا قوي انا شجاع انا مدري شو، هذا الموضوع واضح عن عقدة فيه، هو مانو بشجاعة ولا بقوة ايمن، هو اكيد مانو بشجاعة ولا قوة دايمن. ما بده ينظر اليه على انه هو الفرد الضعيف بهي العائلة يعني، حتى هو نحن ما شفنا كتير
ما شفناه كثير بيركب التنين، ما شفناه كثير كمقاتل. حتى لما كان بدهم يعينوه ملك ما كان بده، ف عم يحاول يظهر شخصية ممكن شوي تكون عكس شخصيته. هو ماله بالحرب، هو ماله بالقتال، هو ماله بكل هاي الأمور، لكن الآن هو ملك فلازم ينظر إليها لأنه قوي، وعم يكرر هذا الموضوع كثير لدرجة إنه صار مبين الموضوع تارك معاه عقدة. نرجع مرة ثانية لدراغون ستون ونشوف رينيرا تتوجه إلى ميساريا الدودة البيضاء حتى تشكرها لأنه رجعت وعطت المعلومة للحرس، المعلومة اللي وصلت لإيريك وبالتالي أنقذت حياتها. فاللودة البيضاء ميساريا بتطلب مكافأة من رينيرا، وهي المكافأة على أنه تكون اللودة البيضاء ضمن مجلس رينيرا. بتحكي لها أنه هي بدها تنتقم من الخضر، بتحكي لها أنه هي بتعرف الشعب اللي بكينجز لاندينج تماما، بتعرف شو، تعرف كيف تحركهم، تعرف كيف تأثر عليهم إلى ذلك، تعرف يعني صفات شعب كينجز لاندينج. وأثناء حديثهم بنشوف سي سموك تنين لينور عم يطير ويبدو عليه صفات غريبة، عم يصدر أصوات يعني شيء ما أنه معتاد بالعادة. وميثاريا بتسأل رينيرا فبتقولها إنه هذا تنين زوجي السابق، أول مرة بتصرف هيك يعني، فبتقلها إنه ممكن يكون وحيد. بنروح بعدها لمشهد لبنت دايمن اللي ما عندها تنين كان اسمها رينا، ولما ظهرت رينا فورا بعد المشهد اللي شفنا فيه سي سموك وتم الإشارة على إنه سي سموك ممكن يكون وحيد، المنطق يعني الواحد حيفترضه إنه، وبما أنه نحن أساسا بوقت حرب وما إلى ذلك، فأكيد بما أنها تارجيريان بالنهاية يعني رينا، فمن المنطق أنه طيب تعالي أنت خذي تنين سي سموك، بما أنه ما ظل له حاليا راكب. ولكن الطلب كان مختلف تماما. رينيرا بدها تبعت ابنها جوفري وأبنائها الاثنين الصغار كمان ايجون وفيسيرس إلى الوادي. بعد اتفاقهم مع الوادي طلبوا تنين يحمي الوادي مقابل الجيش اللي راح يعطوه لرينيرا، فبدها تبعت جوفري وتبعت مع الأخين الأصغر بحكم أنهم حاليا بخطر بدراغون ستون، وبدها رينا تكون معه، وطلبت منها أنه تعتني فيهم وتكون الأم الثانية أو الأم اللي هي ما قدرت تكون عليها بحكم أنه حاليا هي بالحرب. وأيضا طلبت منها إذا ممكن يروحوا على بينتوس لأنه وستروس حاليا كلها خطر. طبعا رينا انزعجت كثير من الموضوع، أولا شايف الموضوع مثل أنه عم يتم إبعادها هي بس لأنه ما عندها تنين، ما حدا مهتم فيها حاليا. أيضا بينتوس تحديدا يعني ذكرياتها مع بينتوس ذكريات سيئة، في بينتوس ماتت أمها فهي ما بدها ترجع لهونيك. ورينيرا قالت لها أنا ما راح أجبرك على شيء لكن أتمنى أنك طواعية تنفذي هذا الشيء مشاني. وهون لما عرفنا أنه رينيرا ما بدها رينا تأخذ سي سموك، أنا هون صرت أتساءل يعني شو سبب المشهد اللي ركزنا فيه على سي سموك، وأنه سي سموك بوضع غير عادي. هل لينور راجع قريبا؟ هل راح نشوف لينور يا ترى؟ وسط العواصف بيوصل دايمن على تنينه، يصل إلى هارين هول القلعة أو آثار القلعة حتى يعني القلعة المدمرة حتى يسيطر عليها. ينزل من تنينه وداخل أسوار القلعة الشبه مدمرة يعني أساسا ثلاث أرباعها إذا مو أكثر منتهي مدمر، ماسك سيفه لابس درعه و يتجول ينتظر انه هل راح يكون في مقاومة، هل راح يظهر له حدا، وبضل يتفتل ويمشي حتى يصل الى القاعة اللي جالسين فيها ما تبقى يعني في هارن هول من عائلة السترونج. عائلة السترونج هنا المسيطرين على هارن هول، شفنا بالجزء الاول لما لارس قتل اخوه وابوه في هي القلعة في هارن هول. أول ما رجعوا لإلها هو المفروض يكون لورد هارن هول حاليا، ولكنه هو ظل في كينجز لاندنج حتى يظل قريب من الملك، حتى يظل قريب من الخطط اللي عم يحيكها والألعاب اللي عم يعملها، يعني حدا من أعمامه وما إلى ذلك هن اللي ظلوا بهارن هول وماسكين هارن هول.
دخل دايما القاع، وكان مشهد عبثي يعني من بداية وصوله لا نهاية. طبعا أول ما دخل وعم يتعشوا هن عادي يعني، فلهم أنا أعلن سيطرتي على هارنهول، فواضح يعني مبين. وقام اللورد أو الكبير اللي موجود بينهم وركع له وأعلن الولاء لارينيرا وقال له تفضل معنا على العشاء. شخصيته ذكرتني بجيم اوف ثرونز بسامويل تارلي. نرجع للعاصمة، بنشوف بكينجز لاندنج كريستن كول حلق شعره واستعد للحرب. يظهر السر جوين هايتاور ابن اوتو هايتاور اخو اليسنت، ويتوجه مع اليسنت يعني الى كريستون كول قبل انطلاقه، وبتقول له انه هذا اخوي راح ينضم لكم في الجيش، طبعا مو لحاله اكيد هو وجماعته يعني. كريستون كول مو مرتاح للموضوع يعني، هذا الشخص اللي هو استبدل ابوه يعني صار ذراع الملك بدل ابوه، فاكيد راح يكون في احقاد، فما كان حابب انه ينضم له، ولكن بده يتبع الاوامر بالنهايه، وفعلا انضم له لما انطلقوا بالجيش اللي طلع من كينجز لاندينج. نرجع بنشوف مجلس رينيرا مرة تانية، وبهذا المشهد أنا حسيت التباين شوي بين المجلسين، مجلس رينيرا ومجلس ايجون. مجلس رينيرا بالنسبة لشخص أنا ماني قارئ الكتب يعني، شخصية تعرفت عليها بالمسلسل، ما في توازن بين المجلسين. شخصيات مجلس الخضر معروفة أكثر، يعني عرفانين نحن شيء عن عوائلهم عن ذكائهم وتخطيطهم وما إلى ذلك أكثر من مجلس السود، اللي بهذا المشهد ظهروا أغبياء، ظهروا مندفعين على عكس ما كان يظهر منهم بالبداية، نبعث التنانين نحرق نعمل نساوي يعني. كان هون في جانب من الضعف وجانب من يعني مو ضعف الشخصية، ضعف البناء تبع الشخصيات يعني. ما حسيت انه عندنا توازن بالقوة والأهمية كشخصيات يعني بين المجلسين. وكانوا بيطالبوا مثل ما ذكرت بانه رينيرا ترسل التنانين الى الحرب وتبدأ فعليا حرب التنانين. رينيرا ترفض وتطلع من الغرفة، ورينيس بتذكرهم بجهيرس المصلح، جهيرس اللي حكم أكثر من أي ملك تاني من ملوك التارجيريان بما فيهم إيجون الغازي. فيعني أحيانا السلم وأحيانا الصلح هي الشيء اللي يدفع المملكة للاستمرار. وبعدها أيضا بمشهد قصير نوعا ما بين كورليس وزوجته رينيس بحديث عن الوريث، مين راح يكون الوريث لكورليس طلب أقول براثيان، كورليس فالاريان بدريفت مارك. هل هو جوفري الآن طبعا بعد ما مات لوك اللي هو كان المفروض يكون الوريث، هل راح يكون الوريث هو جوفري ولا راح يكون أو تكون الوريثة هي رينا؟ وهون ممكن نرجع لشخصية ألين اللي شفناها بالحلقة الأولى والثانية، اللي من ضمن أسطول الفالاريون وهو اللي أنقذ أساسا كورليس. هل يا ترى راح يكون هذا الشخص وريث لهي العائلة أو امتداد لهم نوعا ما؟ ما بعرف بالضبط شو ممكن يطلع وينتج من هذا الامر، لانه احنا شفناه بجيم اوف ثرونز ما في ذكر لعائلة الفالارين، ف عندي فضول اعرف يعني كيف حتنتهي قصة عائلة الفالارين. رينا فعلا تأخذ الابناء جوفري ايجون وفيسيريس وتنطلق الى الوادي، بس كل واحد عنده تنين على ما اعتقد. شفنا اثنين ضمن اقفاص او ممكن ثلاثة، ما بعرف اذا هنا اثنين بقفص والثالث بطير ولا هنا ثلاثة ضمن اقفاص يعني. وايضا اربع بيضات تنانين، هي المفروض تحمي اطفال التنانين هذول، تحمي بيضات التنانين بالوادي اللي المفروض يكون اكثر امانا. ايجون عم يستعد ويلبس درعه حتى يطير على تنينه ويلحق بجيش كريستن كول. بيظهر لاريس ومرة تانية بنشوفه عم يأثر ويتلاعب بكلماته يعني بقرارات الملك، بيقول له انه في اشاعات عم تطلع انه المجلس هو اللي عم يدفشك حتى تروح على هي الحرب، حتى يخلى الجو يعني للملكة أليسنت هايتاور واخوك ايمند انه يخططوا بغيابك.
بيقول مين يطلع هاي الإشاعات، بيقول مهم يعني إشاعات تنتشر بين الناس، بيقول انهيها يعني، أوكي تمام، لكن يعني من خلال زرع هالفكرة براسه أنه ممكن يكون في خيانة من طرف أمه ومن طرف أخوه، بيخاف بيتردد ويقرر أنه ما راح يروح. وأحلى شيء بهذا المشهد المنافقين اللي متجمعين حوالين إيجون، لبس الدرع صار إيجون الغازي، قرر يشلح الدرع وما يروح صار الرجل الحكيم، شو ما بيقرر هن بس عم يمسحوا الوجوه. ونأخذ مرة كمان مشهد للعامة، لشخصيات من العامة، ولكن تظهر شخصية شفناها بمشهد سريع لما شفنا الجثث، جثث صيادين الفئران معلقة، كان هذا الشخص ماشي، وهون شفناه مرة تانية بأحد الحانات وبحديث بينه وبين أصدقائه واللي حواليه، بنعرف إنه هو ما بعرف يدعي ولا هو فعلا أخو ديمن والملك فيسيرس اللقيط، هو أخوهم من أبوهم، هو ابن لقيط، وهو على ما يبدو ولاؤه لرينيرا، ذكر هذا الشيء وأكد عليه بأنه ولاؤه لرينيرا وبس. بيظهر إيجون بالحانة ويبدو أنه أخدين واحد من كان عم يحكوا هو الحرس تبعه مين هذا الشخص، لكن ما كتير ركزت، ما كتير حسيت الموضوع له أهمية، لأنه على ما يبدو الغاية من هاي الطلعة يعني أنه نوصل للمشهد اللي صار بين إيجون وأيمون، لأنه بعد ما بيطلعوا من الحانة هاي بيتجهوا لأحد بيوت الدعارة، وبيشوف هنيك أخوه أيمنت، ويبدأ طبعا بالسخرية منه ويبدأ بالتقليل منه أمام الناس اللي معاه، ويعني يترك سبب آخر للضغينة عند أيمنت. طبعا هذا المشهد مشهد بيت الدعارة كامل، يعني مشهد مقرف لأبعد درجة. أكيد اللي شافوا الفيديو حاليا شافوا الحلقة، لكن في حال حدا عم يشوف الفيديو ما شاف الحلقة، اعمل سكيب، مالك مصلحة تشوف هيك مشهد من الدقيقة 40 و50 ثانية للدقيقة 42 و30 ثانية، اعمل سكيب، مشهد مزعج يعني. نرجع بنشوف رينيرا بعد ما سمعناها أول مشهد، ذكرت إنه هي ما فتحت ولا رسالة من رسائل أليسنت هاي تاور، بنشوفها عم تفتح واحدة من رسائلها، وبعدها بنشوف بيلا على ظهر تنينها تكشف كريستن كول ومجموعة كانوا معاه، أخو أليسنت هاي تاور آخد شلة من اللي من أتباعه يعني، ورايحين بعد ما خيم الجيش بنقطة ما، رايحين لمنطقة فيها على ما يبدو نزل أو حانة أو ما إلى ذلك، وبيروح حتى يرجعهم، وبهي الأثناء بتجي بيلا على ظهر تنينها بتشوفهم، لكن هن ينتبهوا عليها قبل ما تشوفهم ويهربوا نحو الغابة. أثناء هروبهم بتشوفهم تقترب منهم، تميز شكل كريستن كول، ولكن بيختفوا ضمن الغابة وما بترجع قادرة إنها تشوفهم. طبعا هي شافت هدول لحالهم وما شافت الجيش المفروض على كلام كريستون كول انه خيموا بنقطة قريبة من هون، كمان هذا موضوع غريب نوعا ما. وبترجع بيلا تخبر رينيرا والمجلس باللي شافته، والمجلس بيرجعوا يطالبوا رينيرا اكثر بالتصرف، وانه تأخذ يعني حركة نحو الحرب، يعني تتجه نحو الحرب، وهي بدها فرصة أخيرة للتفكير قبل ما فعلا تبدأ هي الحرب، وهون بتروح لعند الدودة البيضاء. لكن قبل ما نشوف حوارها مع الدودة البيضاء، بنشوف دايما بغرفته بهارن هول، والماء ينزل من كل مكان بحكم انها قلعة شبه مدمرة يعني، باب غرفته مقفل بالسيف، سيف دارك سيستر، حتى ما حدا يعني يقتحم الغرفة اثناء نومه، وبيكون في حدا عم يحاول يدخل، حدا عم يحاول يدفش الباب، بيسحب سيفه وبيطلع ويبلش يمشي بالممرات الفاضية، وبيسمع صوت أغنية أو صوت موسيقى، بيتجه حتى يدخل غرفة فيها واحدة بشعر فضي ذهبي، شعر التارجيرين يعني. لما يقترب منها بنشوف النسخة الصغيرة من رينيرا قاعدة وبحضنها جثة جهيرس، وعم تخيط راسه على جسمه، وبكلمات بما معناها أنه دائما أنت صاحب المصايب وأنا اللي بدي أصلح وراك. بيصحى دايما من الرؤية تبعته، بيكون واقف تحت
شجرة من هذول الآلهة القديمة يعني، بتكون وراه في واحدة شفناها بالمشهد الأول، مشهد أول مرة دخل فيها يعني على هارن هول، وعلى ما يبدو هي ساحرة وما إلى ذلك، وقالت له ستموت بهذا المكان، تركنا تعطي نبوءة بأنه رح يموت بهي النقطة تحديدا. رينيرا والدود البيضاء بتحاوروا وبتسألها رينيرا عن حركات أليسنت هايتاور، إنه هي بدها توصل لها، بدها تشوفها وتحكي معاها وجها لوجه. طبعا بتحكي لها إنه يعني صعب إنك تلتقي فيها بحكم إنه هي ما بتطلع كثير برا، يعني برا الريد كيب. ممكن نبعث لها رسالة. رينيرا تكون مصرة إنه لازم هذا الحديث يكون وجها لوجه، لها في قوارب صيادين ممكن توصلك للكينجز لاندنج، وهنيك ممكن تلتقي فيها بالسبت بمكان العبادة اللي بتروح له. رينيرا بيكون عندها شوية تخوفات إنه الناس ما حيعرفوني، قالت لها بمجرد ما إنه ما كنتي لابسة لبس الملكة ما حدا حيميز يعني. لما بتوصل بنشوفها متنكرة بزي هدول الخادمات تبع الفيث، وبتدخل وقت دخول أليسنت هايتاور حتى تصلي ضمن المعبد. تروح تقعد جنبها، تحط سكين على خصرها، تهددها يعني إذا صرختي رح أقتلك. المهم بيصير الحوار ما بينهم حوار صعب إني أختصره أو حلله وما إلى ذلك، ولكن الأهم فيه إنه وصلوا، عطوا بعضهم كل الاتهامات، عطوا بعضهم كل التهديدات حتى، ووصلوا لنقطة إنه ترى يعني فيسيرس غير رأيه، هو ذكر اسم ايجون. بتسألها عن كلماتها الأخيرة وما إلى ذلك، فكلمات فيسيرس الأخيرة بتقولها إنه قال ايجون الملك، ايجون الأمير الموعود. فهون أدركت رينيرا الخطأ اللي صار، ايجون والأمير الموعود، وقصده حلم ايجون بالأمير الموعود، مو انه ايجون ابنه هو الامير الموعود. أليسنت هايتاور مثل كانه شوي اقتنعت بالكلام، لانه فعليا كلامه ما كان كتير واضح، ولكن رفضت انه تعترف بهذا الشيء. رينيرا اكدت لها انه هذا اكيد خطأ، اعترفي بالخطأ وخلينا نمنع هاي الحرب. أليسنت ترفض. لما تحاول رينيرا تصر عليها اكثر، بتقلها الموضوع برا ايدي يعني، لا اوتو هايتاور عاد ذراع الملك، حاليا ايجون، وغاضب جدا ايجون بعد موت ابنه، هو اللي عم يقود الدوافع الحربية. كريستن كول اساسا طلع بجيش ايموند، تعرفي ايموند شو من شي، فيعني بما معناه انه خلاص يعني الحرب صارت امر حتمي، اطلعي قبل ما اي حدا ينتبه، قبل ما اي حدا يشوفك. تنتهي الحلقة على هذا الأمر. الموسم عدى منه 3 حلقات، يعني الحلقة الجاية رح ينتصف الموسم تماما، نكون شفنا 4 وظلوا 4، وإلى الآن الأحداث ما صار فيها اللي متوقع كان في بداية هذا الموسم. يعني قضينا الموسم الأول كله بزرع بذور الحرب، زرع الخلافات، زرع المشاكل، و أنهينا الموسم الأول بنقطة المفروض تشعل الحرب. بدأنا الموسم الثاني إلى الآن 3 حلقات عبارة عن سياسة، عبارة عن ألاعيب حتى يحاولوا يأجلوا شوي الحرب أو يلغوها، ولكن فعليا ما حدا مقتنع أنه ممكن يتجنبوا الحرب تماما. فهل راح نكمل ال5 حلقات اللي ظلت من الموسم بدون حرب؟ هل راح تظل بس أمور سياسية؟ أنا أعتقد بما أنه حاليا دايما صار بهارن هول وكريستون كول يتجه لهارن هول، على الأقل حنشوف معركة صغيرة، يعني على الأقل حنشوف معركة واحدة بهذا الموسم. وبس، هي كانت كل أحداث الحلقة الثالثة المهمة وتعليقاتي عليها. عرفوني رأيكم بهي الحلقة بالتعليقات، ولا تنسوا تحطوا لايك، لا تنسوا تشتركوا وتدعمونا، تفعلوا زر الجرس، دعمكم دائما هو الدافع الأهم إني أستمر بصناعة هذه الفيديوهات. شكرا لكم، وكنت معكم أنا كاظم عجاج، مشاهد. سلام.